حلقتنا النهاردة زي ما قلت لكم في المقدمة هي عن المعظمة، يعني عن القيمة المضافة. شخصيا بصفتي في الأساس مهندس زراعي، كنت بحلم في يوم من الأيام يبقى فيه منظومة في مصر، منظومة رسمية في مصر، فنية تقنية، للتعامل مع ملف استخدام المبيدات في مصر، استخدام المبيدات لمكافحة أفات الزراعة. هنتكلم في فقرتنا الرئيسية عن طريق خفض فاتورة التسميد، خاصة فيما يتعلق بالتسميد الورقي اللي هو التسميد بالرش، أو أيضا خفض تكلفة فاتورة الرش بالمبيدات. تعال نشوف تكنولوجيا جديدة أيضا شفناها في معرض صحارى، كل الفقرة الخبرية دي عن معرض صحارى استخدم في المجال ده، ومع سعرها المرتفع إزاي يقدر المزارع يرجع قيمة التكنولوجيا دي من خلال خفض عدد مرات الرش، سواء بالمبيدات اللي عاد سعرها فلكي او بالاسمده الورقيه اللي عاوز اقول لكم ان في اسمده ورقيه النهارده الطن منها وصل 60,000 جنيه، خاصه اللي هي الغنيه بالبوتاسيوم والفوسفور. تقرير القصير ده وراجعين لكم تاني علشان نروح لفقرتنا الرئيسيه. التكنولوجي ده لأول مرة ينزل في مصر من شركتكم، وإيه قصته بالظبط وفايدته إيه للمزارع الصغير؟ التكنولوجي ده موجود معانا في مصر هنا من حوالي أكتر من سنة ونص تقريبا، وابتديناه وعلى أساس إن تقليل التكلفة هدف. ارتفاع سعر المبيدات وارتفاع سعر الأسمدة وخلافه بيخلينا نحاول نفكر وإن احنا ننقل التكنولوجي اللي موجودة في أوروبا، وده نوع إيطالي تمام، للمزارع المصري. التوفير بنظام جديد اسمه إلكتروستاتيك سبرينج. احنا بنعمل مجال كهرومغناطيسي وبنرش فيه الرذاذ الخفيف بتاعنا اللي طالع من توربينة معينة تمام. الرذاذ بيحمل بشحنات موجبة، النبات اوريدي شحناته سالبه لاتصاله بالارض، فبنضمن التغطيه الكامله لان الشحنات الموجبه على الرذاذ والهواء شايلها، فالهواء بيحوط على النبات وبالتالي التغطيه بتبقى من كل النواحي. اذا ده كمان ممكن يوفر لي 50% من الاسمده اللي احنا بنهدرها في الرش. بندم في نوعيات تانيه متاحه في السوق من قبل سنه ونص كان بيقتصر الرش على محصول العنب في التحجيم فقط، وبياخدوا التانك الرش بس للاستخدام ده. مع تايفون احنا بنرش الكتروسات لكل المحاصيل. الفتره اللي هيقعد فيها المبيد على الشجره فتره 3 4 5 ايام، ده ليه علاقه بالميكروم بتاع الرش نفسه، فكل ما كانت القطره خفيفه والتركيز ما اتكلمش فيه تقعد فترة طويلة، يقعد بدل ما نقول تقعد فترة طويلة للاستفادة، احنا في دورات رش بنلغيها لانه من دورة واحدة بتدي على الاصابة. انت عاوز ايه؟ المعدة دي تكلفتها ازاي هترجع للفلاح في موسم او في موسمين او في سنة او في سنتين؟ ثلاث رشات في 100 فدان يجيبوا لك ثمن المعدة. ثمنه كام لو سمحت؟ تمنه في حدود 350,000 جنيه. 350,000 جنيه، ده يعني بالفعل محتاج مزارع عملاقة 1000 فدان و2000 فدان، 100 فدان اقتصادي. غير كده هقول لك على الكونتراكتور او المقاول اللي واخده عشان يأجره، اللي انا اتمنى اكون انا هجر واحد لان ده بيكسب كتير، لان الفدان بيترش بالالكتروستاتيك في حدود 900 جنيه، 850 جنيه الفدان رش في العنب بالذات في الرشة الواحدة في الفدان.